غيلا ديك نفكرك السوق تقريبا قيس 13 كتار الى نفس السوق غيلا قيس 413 محل بين ياخذ الدار زي السوق التمر السوق نتيني اللوز كذا كذا كان سي الاسواق بغيت منين غير غيرت البقعه نواكا اللي كان 13 كتار غير هاد الاشغال نقرب تقريبا يكمل السوق يمكن غير الشهر جوج نرست نسمات الفلاح باش داكشي من التجار سماح نورز اديلو السيلفل ني سبب نوكدي زقبور صغواد اللي كان ماينو استغارست لي غلوم سوال دون شوار دي سببنا تيليت استراتيجيت يفون اللي راد ياسي انزقوم نبوغلو دو سفر كي تمدين نيزقن غلادي الا غات المنطقه الجنوبيه انزكان اللي ديوان من برا اللي غلاد المنطقه يا بالنسبه للزحام للمدينة ورشو الكيسيلي من حتى القندرتي هذه السنات اللي راهي كاع اللي راهي نفس انزكان غي حتى نزل الكورنا يلا هاد لانسي المارشين حتى انت القندرتي يضني اللي راهي فيك البرانش ماي فلاح شتوكا تيزنيت الصحراء كله تيانا يا نغرس يضني الجديد وانا راه المارشيد الكرول الخضر تسوي لك 50 زكان هذه تاشكا صغي قيس لي باركينغ الكاميات عبر السوق كان جوج كتاره خاص نتنيو لي كاميات لي باركينغ وليت كل تاشكا فلاح انت وسود الليل على قاد وقنس المدينة بلا ولي راه نعيك نسوق قنس المدينة عاد قيس يدور فلاح فلاح ودارسي اللي حق السوق انت يتحمل المسؤوليه ارديك شم انت تخلص نسنك يخلص الواجبات السوق غوي دار الساغن الساغن زنزان الساغر تصور الفلوس 20000 30000 40000 50000 يغوك يختار تختار 10000 15000 يا اخي الا ميك خسلات فلاح فا يتحمل المسؤوليه راه ستيني سلعه توج تسكر ارد تخلصي كين دهنس حتى حلا فلاح دارس الحق وزايد انت اللي داغيات الحاله يا ابن الخوي الله يرحم الوالدين يخص الحق هذا شنو الخاوي غير يتفارع الخاوي اللوزينات هادي تخلصوا فلاح غير يخص هذا شنو الحق الخاوي يطف الكارانتي هادي تشوف فلاح يتي ودران غير المارشال يخص الخاوي ايلي يطف الكارانتينز ابي 10 د الزار يبيع 10 د الزار يسا وراس الزار انات باش فلاح شوف فلاح غير تا شكون مسكين هادي تعذب القاعات قاعد اللي تو فلاح القاعات شكون المارشال قال فلاحي هم اللي يظنين اللي سببنا اللي دارت الناين خفوق زادا مينو أشكو السين في الزغاقز أقبور سوايا إيقا السين في الانتوك تنتغوسي وين يظنين تلي قيس انتي زوارن إيقا تستغارست اللي سرد كرون تيحونا أصغوق زا أمينو احنا مع التحوال احنا مع سوق يكون مزيان مهيكل مقاد هو هذاك ولكن غير ما يحطوش لينا حدا الواد يكون يدوه لينا لشي بلاصه اخرى من غير حدا الواد اللي حنا راه الناس خاسرين رزقهم راه حاطين السلعه راه الثمن هذاك راه هذا ماشي انت تمشي للدار تجي في الصباح تلقى السلعه داها الماء ولا تبقى خصك تبات حداها ولا هذا ماشي معقول وحنا مع التحوال غير ما هو خصو يكون سوق الجمله ويكون واحد السوق ملائم للعمل هذا واش واخا ما فيهش ظروف ملائمه الا كان غير بحال هذاك السوق اللي داروا لينا اللهم نبقاو هنا هادشي اللي كاين حنا كنطلبوا من السلطه دير معنا شي حل الا كان في حاله التحوال دير معنا شي حل تعطيهم محلات ديالهم وتعطيهم فين يخدموا ماشي غادي الا كنا حنا كنقلبوا على التنظيم نقلبوا على سوق منظم بغاو هما سوق منظم وغادي يحولوا هاد التخرميزه هذه ويحطوها له لا يعقل خصنا قبل ما نحولوا هاد الناس الا كانت تحوار خصهم يديروا واحد الاحصاء مره جوج ثلاثه بحال دابا يحولوا مالي البرارك بحال هكاك يعاودوا احصاء مره جوج ثلاثه غادي تا هما يجيو يحصونا ثلاثه المرات اربعه المرات يعرفوا شحال من واحد خدام هنا في السوق شحال واحد كيبيع ويشري ونقيدوا هذا اش كيدير هذا اش كيبيع هذا اش كيبيع هذا اش كيبيع كل حاجه تكون واحد ليست مقاده وغادي نديروا لهم بلايصهم لهيه دونك الا درنا لهم بلايصهم لهيه غادي يكون السوق منظم محطوط حاليا نري بنو مارشي كرو الجديد في المنطقه الجنوبيه عليه المساحه 12 هكتار
تقريبا 13 هكتار سين المقدر المالي تقريبا 120 مليون درهم اي 12 مليار 12 مليار تقسم على جوج تلاقي الفك يفاقس 75 مليون درهم البلديه 45 مليون درهم وبالجوارنس الا سوق الحريه اذا المنطقه يدغيلا راه تجي المنطقه جد حساسه وحيويه بالنسبه للمدينه لهذا وكاين تريد حل الاشكال وحفاظا على المشاريع غير الجديد المجلس البلدي يبنى الحائط الوقائي ضد الفيضانات نوادسوس كما يعلم الجميع 2010 2014 كانت الفيضانات جد خطيره الحمد لله الحائط الوقائي يقوم الدور حاليا السنف لأنتي اللوت هذا إقان دا أديلي مش سمان فراك دمان زرفان دمان تمسين تغوسي ويناد إقان دا أقسنتي سوين قم كويان مساء يخصان كوني كمسؤولي أتنسكر أولا أنكليس تغير تغير غير دي لقصة بعدين من إفتايقن 20 عام ولا 30 عام تعاني رغم ساكنه المعاناه رغم الشكايات رغم المعاناه تكلو انت كتغويت ولكن كل الحاجه ورا تغير نعيش بدا نفس الوضعيه نفس المشاكل نفس الاكراهات اذا واش كدير المجلس البلدي نوضع المشاكل اللي تعيش غير مساكن ولكن المجلس البلدي دار سياتي في كرياضني انك سيدي سوق مادام انه ارتين مكن الكميات الدرجه للرداءة نكوني أنتكر باش أنسكر يعني السوق يعني الجديد يسعان اللي غرات تمارس التجارة النون في أحسن الظروف غالي نزرى نكوني يختلب بنت الحقوق التجار دي المطالب حنا على استعداد نكوني قاع على استعداد أن مقدمات السوق لأنه هو اللي قال البديل هو النظام الناس اللي بدات تحول لا بغيت تحول بغينا المارشي تحول لان هذاك اكبر مارشي وفي في 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 في, في جميع المؤهلات في جميع المؤهلات في شوارع شوارع كبار في المغازات كبار يعني منظم كان طالبوا حنا كان طالبوا جديد حنا من 84 حفظ السوق من 84 حفظ السوق كان طالبوا جديد سوق الجديد ورطا غيقب هنا كان لبنان يخصان تنيا قادق تحورنا داغ من المامن كراي السوق المامن كراي فشنم دناني غواد غواد كي البلاسن غواد كي البلاسن غويد استحقان غويد لغد لا تناوين حتى نتني اللي تبلاسين غيد اللي تفرجن اللي تفكون السوق نتني تفكون السوق اتناو حتى نتني لاسن فشن الحق نسن تفارن تغير غير تفارن كل شيء غويد تفارن الحق نسن اش كنت نتني تفكون السوق نتني تفكون هذا نخصان الزنزة يدبر البلايس كورلين نهائيا واللي دار البلايس الحقيقي ورلين كوران غالب لاش كلشي كوران ارطامز نغيد الا البول بلاص اللي طامز مليون ونص غنغي سلكره البلد يا ورا طامز والو مارشي الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم لانه هو البديل واش مارشي في هاد الكيز تقريبا حوالي هنا ربما فوق 20,000 نسمة ديال البشر كتدور هنا الى جاي عندك عشي شي واحد ما يوصلش هنا بلاتي السوق زعما حالة يرتلى ينديكش من صغيدة الا فلاسة الزواري سوينك يالسي وسوينك مفادة دي زر اسرادية فكران زدرمد ماني غاية تفاغة انيني اذي وصربي واللي غيد يسورين قوزيك نواس سنتين زكان كاع منطقة تجارية ما عنده حي صناعي ورداس اللي تفلاح ورداس اللي حتى انا ورداس منطقة سياحية الاقتصاد نس يكسب التجارة نكني غادا في نبازي في الاسواق باش ينزكان يتحكم على الاسواق اللي دارت لانين هذا سور في تونس ماني انت قال الاقتصاد نس نوسغ مارشي اللي قالوا لي ساكن غير غواد غير هذه قرب يرزم اللي يمكن تقريبا التكلفة يغلي في 12 مليار غادي يغلي السوق اللي دارنا الاسواق يضني نخدم قيس اللي يمكن هذا حفكنيات الجماليه ضني الى مدينه لان نزكان يقا كل السوق كل ما تزيد الاسواق نزكان حتى قيس التجاره مدينه نزكان ارتشهاد ديال النوع من الضغط لا في الحركه السير
وانا في الفضاءات وأورلين، لان الا الضغط من حركه السير 35 الف سياره اي طعبرن لمدينه إنزكان يوميا، حق يلقى فوق غرس نقر إنزكان ديت ملول. في هذا الاطار المجلس البلدي ولا السلطات الاقليميه والمحليه الانشغال نسن هو هذا زايدن هذا تاهل الاسواق اللي لنا ماسين زكان، رغم انهم درس نيه الاهميه قرن، ولكن البنيه التجاريه التحتيه تناقص تضعف، لان الاسواق عشوائيه الاغلبيه نسن اورجين منظمه. انا سيمثال السوق الخضر والفواكه اللي كان السوق كان مهم حنا مركز إنزكان، ولكن الكل كيستوفرنت الشروط اللي كانين ضروريه باش تمكنت التجار ادمارس المهام منسن في الظروف جيده. خصك يا ضنين الزكاز التوريوين غيانو صنفار يا ضنين إيكانا ماينو إيكاد وكتزاد لاطلاصة أو نتا يشكاد أفاد أدياوس غوس فاركين تمدين إنزكان تتغوسينسا إفاس ودمي ضنين نيس نفار المقرنين زيرلين. مشروع هاد الحلة يسماس مشروع أطلس، يتسكن في هاد المساحة كي جوج كتار، يتبنى 26,000 متر كاري مربع لبناء كيسيلان، تيليكيس 50% يعني 13,000 متر كاري مربع تقا تيحونا، 13,000 تقا إغارات عند المرافق اللي حلانت كيبزقيد كيس.